يا نور، ما تعرفنيش عشان انا حلوة. نعم حلوة. حلوة بالجبنة، عاملة ايه؟ منين؟ ايه؟ عاملة ايه منين؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا قصدي على المود مش قصدي على الهق. انت بس تسأل عاملة ايه منين حتة وانا هقولك. انت مالك بتضحكي ضحكة كأنك اللي هم الأطفال اللي بيجوا في مستشفى السرطان، ضحكة قبل الموت، ضحكة قبل الموت. عندي سرطان في حتة غلط. ما انت بتقعدي، لازم يجيلك، لازم. رحت عيد ميلاد فلقيت كتب بقول لك بتاع ايه، تيك توك. بالمناسبة يا جدعان، نور ديت، نور يا جدعان ديت اللي طلعت مع اسمه ايه، هجرس اللارع، هجرس بتاع الميوزيكل صح؟ ايوه بتطلع مع هجرس بتاع الميوزيكل، ما اعرفش طلعت معاه، طلعتي مع مين تاني؟ مع دات بابا تومي وحبيبنا طبعا مودي. بابا تومي اللي بينفخ الكاوتشات وبينفخ البنات برضه عادي يعني. طب هقول لك على، اتفضل. مش انت عارف ان كل كلام هزار؟ ياه الحاجة الوحيدة اللي هتكلم فيها بجد يعني من غير حوارات. تمام كلهم يا بنت، يا بنت ما ينفعش يا بنت الكلام ده في اللايف يا بنت هبلة. طب استنى بس انا هكلمك انت عارفة انا ماليش في السكة دي خالص، هقفل هكلمك والله يا جدعان. انا اسف يا جدعان بالنيابة عن اي حد راجل محترم بيتفرج في اللايف، انا قليل الادب اه، بس ما ينفعش يا جدعان اللي اتقال دوت. انا اسف لكم يا جدعان، يا ابني كملوا استنى امسك لسانك. يا عم اهدى يا عم. بابا تومي الوحيد اللي في المجال كله راجل محترم، ايه؟ وكتاب اللي انا عارفه ان انت مش هتصدقني. على الطلاق انا ممكن اجيب لك واحد اسمه يعني، بس انا بتكلم عن نفسي واخد بالك انت، انا بشوفه راجل محترم وجدع وعسول والدنيا حلوه، لكن التانية اللم دول اللي هم مصطفى فوزي ومزيكا واللي تبعوا التلاتة دول بحسهم حريمة نرجل منهم. ليه بقى؟ ايه اللي حصل او ايه المواقف اللي حصلت؟ نايتي كده ونوتي كده وبيمشي ورا البنات اللي باين وقلع ومش يا بنت عارف. اقفل يا نور، اقفل والله. انت اهو واحد حاطط صورته، واحد حاطط صورته، صورة مين؟ صورة الأخ وشوية شعر جايين كده. ما كلهم شعرهم جايين كده. التليفون ما عجبوش الكلام وقع. انت قاعدة فين دلوقتي؟ فما مشيت المنيا السعيد منيا عند الحاج فوزي. تعالى أكلمك شوية صعيدي. طب ماشي، كلميني سعيد يا جدعان، هنعمل تحدي الصعايدة. يلا. يا وانا جاية لقيت واحد قاعد يعاكسني. فين؟ في محطة مصر. محطة مصر. لا في الشارع. قال هو ثواني، هما بيقولوا لا لا ولا لا؟ لا لا ماشي، لا كملي كملي يا فود. وانا جاية قال لي خد اقول لك. ده في المحطة؟ يا جاي ما بقربش وشك عشان انا بخاف يا بنت، هقطع خدك يا بنت. الله، بالروح عليا، لسه ما دخلتش دنيا. كمل. استنى هروشي، طلع الامل اللي جواك والفيران. يا انت كده بتتكلم فلاحي، سيبني انا اتكلم يا سعيد. ستي انا ما بتكلمش فلاحي والله، والله ده فسأل. فلاح مجنون. خلاص اعتبريني انا فلاح، انا فلاح، ومع الفلاح كل شيء مباح. كمل. بص يا فلاح، دي شتيمة ولا يعني ايه؟ شتيمة. شكرا محترم. بص طيب، ماشي
كده ان كان في واحده معاكس له وانا ماشيه في الشارع. ايه صح صدق. قلت له مالك يا جدع ما تعاكسني ليه وانا ماشيه في الشارع؟ مالك يا جدع مع ايه؟ اما تعاكسني ليه وانا ماشيه في الشارع؟ وبعدين امي قالت لي اللي يشتمك رد. قول معلش، عشان معلش في شوية ذهب هنا بطلعها. معلش الواد ده كان موز، كان يعني كان اموره حلو كده زي بتوع القاهرة، ولا معفن كده بكلسون زي اللي بيقعدوا عندنا على التيرة او يقعدوا يصطاد سمك؟ لا يا حبيبي، ده حلو، جايب شعراته كده على جنب وما شاء الله باينة من البنطلون وحاجة زي العسل. ايه ده، ايه ده، ده العيال هم الحلوة دي، العيال هم ايوه الحلاوة، الحلاوة اللي جاي العيال المنجوية دي. مال، كملي كده كملي المنجاة. كملي. بس يا حبيبي مشيت عليه، قلت له ما اقول لك ايه، هو القطر هيجي الساعة كام؟ القطر هيجي الساعة كام؟ طب بقول لك ايه؟ قول. انت كنت رايحة فين؟ مروح البلد عندنا وهو قاعد في محطة رمسيس. انت كنت جاية منين بقى؟ من القاهرة؟ جاية من مصر، كنت قاعدة في شبرا الخيمة. يا شبرا الخيمة يا لئيمة، شبرا برضو. على بابا، على بابا يا بيت، طب تيجي تسقي هنا في القاهرة؟ كنت في شارع الهرم يا عم. الله يسامحك، انا هعمل نفسي ما سمعتش. ماشي كمل. وانا جاي من ما تخليش بقى نشتم في الرجاله بقى، هم مش قاعدين بقى، عشان ما حدش يقول لي انت مش جدع ومش بتاع. يلا كملي يا حبيبتي. خلاص. المهم يا سيدي، وانا قاعدة في شبرا الخيمة في كافيه. الكافيه ده مشهور قوي قوي قوي. قوي خالص، كل الناس اما تروح. انا قلت اروح اقعد هناك شوية، يمكن ايه الاقي الجو يعجبني واقعد شوية كمان. انت بتروحي عادي الكافيه، ولا بتاخدي معاك يس، البط والويز وكده، ولا انتوا دلوقتي اتحضرتوا؟ اخد معايا بيحتين واخد معايا فروجة. فروجة انا عارف بيحتين الفروجه. وفروجة ايه البحرين دوت بقى؟ تاخدوا شويه معاك شويه ميه. ايه بيحتين ايه بحتين دي؟ بيح بطة. بطه. طب ما تقولي بطه يا بنت زي الناس يا بنت. في عندها في البلد اسمها عايز بيح. تعملي نفسك يعني جامده، يعني بتتكلمي صعيدي؟ ماشي، وضعك يسمح لك، يلا كملي. أبص ألاقي الكافيه كله مليان جماعة، كلهم خانقين نط، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، عندنا هنا في بيشتموا مصر؟ بايت. أيوة في شبرا الخيمة، الكافيه اسمه أصل وسط البلد. يعني هو في شبرا الخيمة بس اسمه وسط البلد؟ أيوة كافيه اسمه اصل وسط البلد. الناس دي اكيد فلاحين، ده احنا ننضف منهم ايه؟ ده الولية امال ايه؟ قاعدة، استغفر يا رب، ده احنا عندنا الواحدة ما تبقى متجوزة ما تقدرش تبان اسمها الجوزة. ما الفائدة متجوزة وما تبانش جسمها لجوزها؟ تلبس كالسون في الليل. تلبس كلسون في الليل؟ ايوه يا دين النبي. طب ولما تيجي شفت، تغري جوزها تعمل له ايه؟ البس له تغري جلابية؟ تلبس الجلابية بتاعته من فوق. الله، يبقى اغراء جامد قوي. ايوه تبقى كده شبهه، تحس ان راجل ازاي زيه، تبقى راجل راجل زي، زيه. يعني الراجل بيحب الراجل عندكم، يحب المرة يحبه الراجل، قوي المرة بالظبط، الناشفة اللي شبه كراسي. قوي قوي. انت بخاف يا بنت، انا في خرب بيتك بالراحة عليا، انا لسه صغير، لسه شباب، لسه ورد، انا لسه ورد. الله يحرقك. كملي كملي كملي. بص الاقيها قاعده، راحت قالت لي خد يا بت، وانا ما احبش اخش الكافيه غير وانا لابسه الاسدال والنقاب. الله اكبر عليك، اللهم قوي من ايمانك يا نور، اللهم قوي من ايمانك، دايما اقول نور دي محترمه. كملي كلهم الحمد لله. يا بنت بطلي، يعني انا ابو شكلك بطلي يا بنت الجزمه، ده انا ما بشتمش ولا شتيمه من دول. طب رب قول سامحني، بقى، كملي يا ماما. اي تولي هحكي لك. ماشي. بس راحت نادت عليا وقالت لي خد اما اقول لك.
بالولية ديت اللي هي العريان صلت مال. اللي خلع مالت، خلع مالت، استغفر الله العظيم يا رب. الله العظيم يا رب سامحنا يا رب. رحت وقلت لها ايوه يا سيدة الفاضلة، قالت لي تشتغلي معايا، بجد والله إيه؟ والعذرة والعذرة ما بكذب. يا بنت انت مسيحيه ولا مسلمه يا بنت؟ اثبتي لك على ديني لان هضربك بالمسمار. اقسم بالله هضربك بالمسمار، عمل لي جبار وانت فاهمه بقى انا بعمل ايه. اي ما بحب بقول لك ايه، في واحده اسمها اس زد بوليمي، دي شكلها مش قالت مصري، دي شكلها مش مصريه، بتقول لك شو لذيذه البنت، بتقول لك شو لذيذه البنت، شو لذيذه. لك انا لذيذة وحياة الله، انت ألزز مني. ده هندي ده ولا ايه؟ هو انت اي لهجه دايسه فيها ولا ايه؟ انا اي حاجة شغالة يا عم، خلصان تشتغلي بنفاخ. يا ريت والله كان ينفع، كنت نفخت دي. يا بنتي بطلت تشتمي يا بنت، نور اقسم بالله بالمفك ده، يا نور خلاص خلاص. بالمفك ده في مناخيرك. بص الاخ الظريف اللي البروفايل بتاعته الصورة صفرة ده، احط عليه؟ لا ما تحطيش على حد، سيبيه. انا اي حد اي حد، ثواني بس انا اقول لكم حاجه، الناس اللي عماله تشتم في الكومنتات هي غلطانه، انا بعترف ان هي غلطانه تمام، بس انتوا حيحانين. هقول لك ليه، انا لما بفتح لايف لوحدي بيجيب 21 22000، يوم دلوقتي ما كان طالع معايا بيت جايب 41 تمام. ليه بقى؟ عشان انت حيحاه بس. بس انا هيحيحوا غلط علي، اللي استنى يا جامبو، هيحيحوا علي، ده منظر فكرة. وكده نفسي. طيب ثواني بس، انا ثواني، اول واحد خد بلوك، ثواني بس، ثواني اصبري. ابلاغ بس كده، يلا اول واحد خد بلوك. اي واحد يا جدعان هيشتم هيديله بلوك. بس كملي كملي. المهم الست دي كانت عايزه تشغلك ايه؟ شغلني كده أبيع مصاحف. أيعقل هذا؟ قلت لها لا ما بصليش أنا. أمال أنت بتعملي إيه؟ تقري أنا قرآن داخلة نعم؟ متصالحة مع نفسك قوي. أه يا حبيبتي بتكسفي جبهة نفسك وربنا. ماشي ميرسي. المهم يا جنب، انا عايزاك ترفع لي فيديو لي انا تتريق عليا فيه على اليوتيوب. عملتها قبل وعملتها اجمل. عملت بجد؟ عملتها قبلك وعملتها اجمل، عارفه يعني ايه؟ يعني عايزه تصيطي يعني؟ دماغ شغاله مش بتنام. هموت واتساب على حسك يا بنت. انا ما بصيطش يا بنت، انا بشلف على طول، بقطع ثلاث ارباع خمس ارباع. خش شلفني. مين؟ انا يا بنت انت بتموتي في التهزيق. مش اخر مره انا وانت كنا خارجين وكنت جايب لك فحل بصل ورحت مديكي بالرجل وجعت في الدراع؟ بتحب التهزيق قوي انت. واحد بيقول لي انت ليه ما رحتش الايفنت؟ هقول لك حاجه، انا لسه قال والله العظيم الايفنت دوت عيال بتوع مصلحته، فانا الايفنت جالي متاخر، فلما جيت قدمت على الايفنت على اليوتيوب لقيته ايه، بيقول لي تم امتلاء المقاعد بس. فالناس مش سالكه لبعض يعني، محدش مثلا بيقول للتاني او كده، لا كله راح يحكها، وهتلاقي كل الناس اللي عملوا فلوج هناك راح حكوها في اتنين، مين؟ شاور وهيكل توينز، عشان دول اللي عندهم الفيو الجامد. غير كده لا، ما حدش عمل مع اي حد من التاني، اللي هو ايه بيتنططوا على بعض، هم اصلا لسه اصلا ما بيجيبوش فيو. ما تسالنيش ازاي. المهم كملي جبال. نور انت قد ايش عمرك؟ انا 23.
الله عندها 18 سنة. وكتاب الله عندي 22 سنة ورحمة النبي. من حلف بغير الله فقد أشرك، استغفري ربك. والله العظيم والله العظيم والله العظيم عندي 22 سنة. طيب كويس، ممكن تورينا بتاعتك؟ شكلي وحش قوي. عادي كلنا شكلنا وحش. لا أنا أوحش. طب المهم، بس المهم بعد ما بعتي مصاحف مرضيتش، أنا مرضيتش أروح، قلت حرام. حرام تبيع مصاحف؟ أي أمال إيه اللي حلال؟ يا بنت بطلي يا بنت، أنا بتكسر. بعدين أنا لسه صغير، لسه صغير، مش السن القانوني للزواج، أنا مش هينفع أتجوزك. احنا دلوقتي معانا واحد اسمه احمد، ايه احمد دونجا ده، بيروح يقعد عند بابا تومي وبيحبهم او ما بيحبوه كمان يا حبيب قلبي، وان شاء الله تبقى حكاك مشهور قد الدنيا يا رب. ليه انت عارفاه يعني؟ اهو منورنا يعني جوه. انت عارفاه يعني بيروح يقعد هناك؟ طب انت فضحت الراجل في اللايف؟ الله يحرقك بجد وسخ. المهم ان نكمل المسيرة. ها بعدين بس راحت قالت لي، قلت لها لا اصلا انا مش مصلي لحسن ربنا يزعل مني. اي حد يا جدعان بيشتم اعمل له بلوك يا جدعان، بطلوا بقى فلحة يا جدعان. ثواني بس اهو طيرت. بقالك قد ايه شغال في اليوتيوب؟ بص يا حبيبي، انا شغال في اليوتيوب من قبل ما شاد السرور يطلع، من 2007. ممكن تكتب عبد الله جامبو طفل بدون سلاح هتلاقيه من 2007. كنت لسه عايل وير كده. بص عندي 14 سنة والله، من قبل اصلا اليوتيوب ده ما يطلع. طب والله نور عسل او ميرسي. مين دي يا جامبو؟ نور. بقول لك يا جامبو، هو انت ليه ما اتشهرتش زي شاد سرور مثلا؟ ارد عليك زي بتوع التلفزيون الزياطين؟ بص كأني سامع. كل حاجه رزق، ودي ارزاق. بس لو الحقيقه انا ما اعرفش ليه، يمكن عشان تحليوه شويه. انا حلوه؟ انا راجل، بس انا مش حلوه ولا حاجه. ايوه عشان انت راجل، عشان كده ما اتشهرتش. ايوه صح، عشان مصطفى فوزي والمزيكا بيستخدموا التوتة بتاعتهم، انت ما مش بتستخدمها. يا بنتي بطلي يا بنتي. ممكن بموت، في حد بيموت بقى يتصل بالاسعاف يا اسطى؟ في واحد بيموت حبيبتي. يا كويتية، كيف حالك؟ اخبارك؟ ده انا هلاقي الشباب دخلت جد كده تتكلم عليا ويطلبوا ايدي من على الانستجرام. الله اكبر الله اكبر يا بنت، عرسانك زادت. هقص حاجبي بس وارجع له، هتشوفوا الدمار الشامل. هتعملي زي الواد عبده صفيحه، بقول لك ايه، عامل نيولوك، عامل نيولوك ابن حرام، قطع حاجبه وصابغ شعره كده بني. ها أيوة. بني مصدر يعني، بني على اصفر كده شبه الكتاكيت. شفت الكتاكيت اللي في الغابة؟ حبيبي يا جو، لاف يو يا جو، محدش بس. حبيبي يا جو، احلى مسا عليك يا جو، لاف يو لاف. خلاص يا بنت، ده انت اندمجتي قوي كده ليه؟ بيقول لك انت شبه دنيا مراجيح. وحياة ربنا انتوا اتنين هربانين من التراب، كيف يا ولد والذكر اللي يرد؟ نتكلم في ايه تاني؟ احكي لنا موقف مضحك يا نور، احكي لنا موقف بس بعد اذنك من غير شتيمه، موقف مضحك كده مر معاكي حصل لك. هقول حاجه. اتفضلي، محتاجه اتفضلي. كنت قبل اناسه راجعه
راجعة من القاهرة امبارح. لسه راجعة من القاهرة امبارح. قبل امبارح بقى بكام يوم كنت في كافيه عند البنزينة، لا من ام بيومي، هنزل بقول للسواق ينزلني البنزينة. تمام. فبعدين انا جالي مغص في اول ما ركبت العربية، جالي مغص في كليتي كده ورجلي، تمام. كليتك اتحس ورجلك. او بقيت حاسه شبه المشلول كده في رجليك نفسي. رجليك بتنفذ على كليتك؟ ايه العلاقة؟ مالكش موضوع، خد الموضوع على صدرك، ما تاخدوش في ثواني عشان ايه؟ الواحد يتميز، الانسان يتميز بالعقل. ازاي جالك مغص في رجليك؟ والله العظيم عشان انا عندي روماتيزم يا جم. هو انا عارف المغص ده بيجي في البطن. جالي في بطني وناحية رجلي كده، مش رجلي اني ارى نملت العكس، نملت. اني ارى العكس. كملي كملي. يمكن احنا ما خدناش في الطب، بتخترعي طب جديد. اه والله بص طيب فكرة يا عم، حلوة. الفيديو ده ينزل على اليوتيوب يا بيه بتاعت الصياطي. ماشي ماشي راح الحصر. باي. جالي المغص قبل المنزيمة كده بشوية، فبعدين السواق بيقول لي ايه يا بت لو سمحتي، يا أستاذة يا أبلة، البنزيمة هي انزل. أنا مش قادرة أرد عليها، أنا عاملة كده عاملة زي خالتي شلبية. بقول له، يقول لي البنزيمة لو سمحت، أعمل له كده وأنا بموت كده، هو بيقول لك البنزيمة يا بت، وراح سابب لي ما يعني ردش عليه. السواق اللي بيقول لك البنزينة يا بت. ايوه السواق، تمام البنزيمه يا استاذه، يا بنت تمام البنزيمه، وانا رد عليها انا بموت. ففضلت تاني معاه لغايه ما مشي راح على الدائري. فاول ما فقت بقول له انت جبتني هنا ليه؟ قال لي اصل خاطفك، ما انا بقالي ساعه. وانت تعمله ازاي؟ كل ما ينادي عليك يقول لك يا انسه. هقول له اللي هو كده وبموت، اللي هو عامله كده. وبعدين عملت الله يحرقك. قعدت اضحك اليوم كله، اليوم كله. يا مشلولة. اديني كحة والله. يا بنت الناس الطيبة. طب دلوقتي تنصحيني ايه؟ تنصحي قصدي اي حد جديد عايز يتشهر، يعني مش داخل المجال عشان هو موهوب، لا هو عايز يتشهر وخلاص، اللي هو انا خدوني معاكم، خدوني معاكم بس على رأي ماشي، عمرو ادوس، خدوني معاكم وانا هتعلم. هقول لهم حاجة، حكها بذمة توصل للقمة. الله. توصل للقمة. القمة. عايزين أمثال تانية سرسجية بعد إذن حضرتك، اتفضلي. أقول له يا حبيبي كلها بقت مشاهير، يعني أنا بفتح التيك توك بقعد أضحك، كلها مصر كلها بتمثل. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ حرام. هو فعلا انت عندك حق بصراحة، أقول بس لكم يا ولادي، تيت يا ولادي التيت. يا ولادي التيت، كفاية حرام عليكم، جبتولنا سهال كفاية. جابوا لك اي كل واحد معاه واحدة فايحة حمضانة، ما عندهاش حاجة مغرية، يروح مخلعها وعامل لها فيديو تيك توك، حرام حرام يا ولاد كده، حرام. سقفة بقى، سقف. سقفوا لها يا جدعان، سقفوا لها يا جدعان. ثواني هكتبوا لك دلوقتي الكومنتات بتاع شاد سرور، اللي شايف ان نور تنفع ممثلة ينزل يرزع لايك. بس انا الاكسبلور عندي بتاع الانستا بلاقي كله القابل، اللي هم العيال اللي هم مش عارف، اعتقد انت قبل كده كنت متصوره مع واحد منهم، الشله ديت مش هقول اسماء، فاهمه؟ هم على طول بيطلعوا لي في الاكسبلور، بس ايه، ما بيطلعش لوحده، لما بيعمل فيديو لوحده يجيب 21 كيلو بيهدى، لازم يبقى معاه واحد، لازم، ايوه واخدة. حتى لو الفيديو ما فيهوش فكره، المهم ان يبقى معاه واحده. مش بقول ان هم قلة ادب، في منهم ما فيش في قله ادب، بس اللي هو ايه، جايب واحده وبدون فكره وبيطلع اكسبلور. ايوه يا ابني فاهمه يا ابني. هقول لك على حاجه،
البنت بتبقى شكلها عاملة كده تمام، خلاص خلاص بالظبط، انا لا كده. يروح في عادل لك الايديت بتاع الفون ويقف كده ويوقفها ويقول لها على السيناريو اللي هتعمله ويحفظها الكام ماريو السطرين بقى مخرجين. ويقول لها حاجة اضربك، واحد المخرج بقى وواحد المونوجرايست والتاني في قلب اللوكيشن في الشارع وحاجة جميلة. ومين اللي بيصور؟ عم عماد الخضري؟ اي واحد في الشارع زبال حرامي معاه اي حاجة، بس المهم تكون ما تعرف تجري، عشان لو خد التليفون وجري تعرف تجري وراه. جدع جدع. اقول لك يا نور، قلي طيب انا الحين ابي واحده شقط لقط، جايه في اي مصلحه، تنصحيني اروح التيك توك؟ راح الاقي لا لا، تيك توك انت يعني حضرتك تيك توك انستا فيس دلوقتي، الفيس اشتغل الحمد لله. لا لا يعني لا قول لا خير انت الفيس، حتى الفيس فيه شقط ولقط. حياة الله، بيفتح كاميرا فيس بالليل ويشوف اللي بيبان. خلاص خلاص، لا توريني كلسون ابوك، لا توريني كلسون ابوك ارجوك، تراني قرفت من البنات، ارجوك ارجوك، لا 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 توريني كلسون ابوك، لا توريني. راح اقول لك يا استاذ جنبه على شيء. اقول لك في البنوتة الفلسطينية تقول لك يعني ايش شقط ولقط. يعني يا حبيبتي خش يكلمها هاي، ترد عليه خد رقمي وكلمني على طول، هذا هي الشغط اللغط. يا بنت الهبلة، فكروني كان لازم نعمل فيديو والله، هتاكلي مع يا الناس، تحت بس تحترمي نفسك، لو ما احترمتيش نفسك اقسم بالله قص لك لسانك. هي ماتت شكلها يا نور، انت بنت نور. بس 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 خلاص، انا طمنتي موجودة، خلاص طمنت طمنت، انت موجودة. بيقول لك انت ما بتردش غير على بنات. ايوه ما بردش انا يا عم، انا ايوه ما بردش على بنات، اؤمر يعني ايه عايز فين؟ ها كملي يا بنتي. بس يا حبيب قلبي، المهم يعني تخش كده على الانستجرام مثلا، يعني انت مش في دماغك البت دي، فتخش ترازعها لايك كده، انت مش واخد بالك فبتعمل لايك، تمام، تخش تلاقي البت جايبه لك اللايك بتاعك اللي انت عامله لها، بحبك انت فينك من زمان بدور عليك وحشتني حبيتك من صورك، هات رقمك. بس مش اي حد، لازم يبقى امور عنده ده صح. عنده ده اللي مسبسب شعراته ومشهور بيعمل تيك توك مع اللي شبهه. يا بيه استنى يا جماعة، أنا ارتبطت بيه. واحد بيقول لك نور مين يا عم، دي اسمها ضلمة. عاوزة انا تتشيب بنت ريتش، ضحكتها ما اغني لك يا جنب. يلا غنيني، خليني خلي ودني تجيب دم، يلا حبيبتي غني خلي ودني تجيب دم، انا ابو شكلك. شو يعني تجيب دم؟ واحنا جبنا سيرة الدم دلوقتي، انت جبت سيرة تصبح الدم على خير يا محمد يا ابن حماد، سلمنا على عم حماد. يا دادا جنب بتقول لك انت بتشربي ايه؟ ايه؟ بتشاوري خلاص. لا لا، ما انا اسف، ما سالتش اي حاجه، خلاص انا اسف، انا اسف. أوريها بتقعدي مع مين يا بنت أوريها، المشاهير من التيك توك دلوقتي؟ بقعد مع ما بقعدش مع اللي هما من زمان، بقعد مع الجداد دول اللي هي الكربة، بيبقى لما العيال كلهم الصغيرين دول تقعدي مع اطفال يعني؟ مع اندر ايدج سفحي، بقعد مع الواد كلشنكوف مين ده شكله عامل ازاي؟ اللي بس البت التخينة. حد يفوقني من القرف اللي هي قالته ده.
جابوش بقى، ده كانوا بيرجعوا في بق بعض يا هبله. كان معتبر بجها كيس اسود وعمال يرجع في بجها يا بنت. يعني ابو القرف ما يقرفك. عين مش جدع. مين؟ هو الواد ده ده عيال فلاحة يا بنت. مؤاخذة انا عاملين زيك يعني، مؤاخذة. مات بدم. معلش مش سيبيني بلاستيك؟ سيبيني سيبيني. ما مش بلاستيك؟ ايه بتقول ايه؟ دي مارتينا بنت عمو سمير. مارتينا بنت عمو سمير بتقول لك ضحكتك حلوه يا نور ما تخبيهاش. ضحكتها ما بيتهزرش، ويا قلبي ما تستعبطش، لوحدة في رقتها، واحدة زيي في جمالي في دلالي، جنبه مش راضي يبص لي ليه، مع اني بحبه وبقي علي جنبه يا جنبه، ما تعيطش عشان انا بحبك يا جنبه، خد تعالى هنا ريح فين، جنبه 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 جنبه، نام يا جماعة وذنبه على جنبه، ها حبيبي ها، مش هتطلب لي حاجة بقى؟ مش هتطلب لي حاجة بقى؟ أعوذ بالله. أنت مين؟ انصرفي. يا بنت الذين انت عرفت اللايف مسخرة. مش آه هتطلب لي ظهري. حاجة. طب يا جدعان ادونا 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 ولا اقول لك ما ادونا. ارجعي يا بنت الفورة يا بنت، ما تغرفناش بقى، ارجعي ورا بقى يا بنت عشان ما تنمرش عليك. ما تنمر عليك واحدة والله. واحدة بيرة للمرحوم. حد يجيب لها يا جدعان، مش بيرة، جيب لها الازازة بتاعت البيرة. سم فراي. ولا سم فراخ. تفتكري في يوم يا نور، ان شاء الله يا نور، ان شاء الله تفتكري يا نور ان انت في يوم هتبقي زي شيرين الشهري وتتربي الملايين؟ ولا عمري جيت لك، انت اللي جيتني، انت ناديت لك بس يا شدتني عادل. ليه بغني، اصل انا قريبة شيرين انت قريبة شيرين؟ جدا. صدقني انت فيكي، صدقني انت فيكي شبه منها. انت بنتها؟ لا بنت خالتي، بنت خالتك. هذه خطيبتك؟ ايوه انا خطبت ومراته ان شاء الله ان شاء الله. يا بنتي. احنا متجوزين بس لا يا ريم، هذه ما خطيبتي، هذه واحدة من متابعيني اسمها نور. ايوه انا فانز ليه، انا فانز بحبه جدا يعني، بتقول لك، فانز ليه. بيقول لك بعد اذنك ما تقربيش الكاميرا وشك. ليه في حاجة؟ ده انا احب في واحده كاتبه لك بتقول لك انت مش قريبه شيرين، انت قريبه عبد الوهاب. عبد الوهاب ماما. الحقي فريد بيقول لي ايوه يا اسطى عرفت بالك. ايه التلزيق ده؟ ده كتير على فكرة يا جماعة، لو مش مصدقين ان انا من الساحل، وكل شوية في شرم، وكل شوية في دهب، يعني رايحة جاية، يعني رجلي وجعتني، لو مش مصدقين اصور لكم. وايه كمان؟ يعني انا بابي دادي، يعني دات، يعني عندي فلوس كتير بالعبيط، يعني عندي فلوس كتير بالعبيط، يعني 30,000 جنيه. نور ممكن تورينا المحفظه بتاعتك فيها قد ايه يا حبيبتي؟ عشان عارفه انت لسه الماستر كارد، لسه مش انت لسه صاحب بالفيزا من البنك؟ لسه حالا دلوقتي. ممكن تورينا؟ ممكن تورينا؟ اوريك يا فندم اوريك. بص يا فندم، لو طلعت بكذب عليك قول لي ان انا مش جدع، بس انا لو قفلت البتاع النور هيقفل. استنى حضرتك. بص يا فندم، دي الشنطة بتاعتي. تمام. هنفتح الشنطة كده. لقيت حلاوة.
الاهلاويات يا فندم. كل ده اللي لقيته في الشنطه. ايه ده؟ ده قلبي وقلبك قلبي وقلبك؟ عشان تعرف بس ان مش كل حاجه الفلوس. العيال بتقول لي ايوه يابا هتتجوز من الساحل. هتتجوز؟ شفت بقى عليا الطلاق من اخر شبرا وما لاقيه تاكلي. قولوا لهم يا بنتي ان انت بطنك مليانه يا بنتي وعينيكي شبعانه، قولوا لهم يا بنتي بصوت عالي ما تكسفيش. الكلام ده انا جعانه ومش لاقيه اكل فعلا. ترفي؟ ليه ضيعتي كل حاجه حلوه يا نور؟ الاعتراف بالحق. ليه هديت الصوره اللي انا وانت بنيناها يا نور؟ انت هملتني وسبتني. كان نفسي يا نور تبقى شكلك كويس وتبقى ايقونه لكل بنت مصريه. لا لا مش قادر. كل البنات تبقى شبهك يا نور. لا لا هيموتوا حرام عليك. لا انا قصدي يبقوا شبهك بالساحل يا نور يا غبيه. في الساحل ده انا دلوقتي نايمه جنب جاموسه بتعمل كده. الله اكبر. انت الساحل بتاعكم في انهي حته يا نور؟ الساحل بتاعكم في انهي حته؟ بيفتح كده على بعد الظهر الجاموس. يلا ابشرك يا نور، الاميره ريم من المملكه العربيه السعوديه تقول لك زواجكم على حسابي. بس ما تطلعوش فيديوهات، ما تعملوش فيديوهات تاني. احنا موافقين. ادينا الفلوس واحنا نتجوز. احنا ادينا الفلوس. في ناس اعترفت ان انا دم حلو. ايوه اكيد طبعا. زنبو ما تيجي تتحرج بي. بس يا بنت بطلي اهبل بقى عشان ما اديكيش بوكس في دماغك. تعرفين ان الدنيا من مقوسه، عارفه يا نور؟ ايه؟ تعرف الدنيا في موجود في مقوس في مجوسه يا نور؟ استغفر الله العظيم. دي شتيمه. ده ازيك بيشتم يا ليه بنت عمه محمد؟ عبد الله لك حبيبتك يا بتقول ايه؟ هي حبيبتك؟ لا هيدي مو حبيبتي. هاي مين؟ انا ما اعرف لك. انا دخلت الشقه لقيتها قاعده على الكنبايه. طلقني. لك شو مالك؟ انت راح تكشفي عند الدكتور؟ طلقني. اطلقك؟ انت اصلا شبه الطلقه، ما تستاهلي تطلقي. لا خلاص خلاص طلقك. خلاص خلاص روحي ورا، روحي ورا. أعوذ بالله. مش هتطلبني حاجة بقى؟ لك أنا لو بطلب لك خازوق أو صاروخ كبير. أيوة بحبه. حبك برص. بعد إذنك ما تقربيش للكاميرا وشك تاني، أصلا أنا بخاف. بيخ بيخي يا تخين يا وحش يا تخين يا متنمرة. تفتكر اللايف ده على اليوتيوب لو نزل هيعمل كم مشاهدة؟ هيعمل كتير قوي عشان انت ما شاء الله عليك اليوتيوب بتاعك مسمع ما شاء الله. بطلي تطبيل وكتابي اللي ما بهزر. انا بخش عندك وبقرا الكومنتات كلها. خلي بالك. نو تاتش نو نو. اوكي تيجي نتكلم هندي انا وانت شويه. يلا يلا ابدأي. انا في جورين. يا موبوء. Ha ha ha.
عيش، انا قصدي عنده فرنة عيش، وبيسرح مع دكتور التروسيكل، وبيفضل يقول ايه، وما بيقولش عيش، بيقول ايه، ما بيرضاش يكمل حرف الشين، بيوفر صوته. ماله حماده السياح؟ اتقل. يا مكسوفة، يلا جنبه نتكلم هندي، أنا راكنة الفيل بره إنجز. مش بده بدأ جيران دي جو مزيلا جابا استعمل البرون مروحة جابا البي مصلحة مروحة أو جو بدأ متشغل في اللي جو معني في دي يا وسيجا باني ماريشا مكالفو. طلعت فوق السرير عملت نفسي بطير. وشوف من الأهلي بيجو الله من الأهلي كلان بيجوها كان باستي كان فو، دخلت الحمام جابي عملت واحد تمام. اوه ماي جاد، في شو بدنا بلها وتجيب بدها ليش كوم سوري يو دونت سبيك هاندي، يو سبيك حلباسة. هلبسة هلبسة، واللي في ليش مبلعين هلبسة. شان بلان باسي ميوكولا هاستي نو Let's look like my baby. What is story baby? Felix, no more. I wish you were gotta be careful, see me, can I give a friend? See me, be for a fake or pain, but I shall chuckle. No. Can I feed you a bimba? Be a sick and bigger. Fucking yes, so very good in each other, and you're in Japan, man. Gentlemen, damn, Johnny. Which of them would you do? They've been happening so many years. بس خلاص نزهت. نقفل يا جدعان؟ ثواني. نقفل اللايف يا جدعان؟ ايوه يلا نقول نقفل، يلا يا جماعه انا هنام وهو هيقفل، يلا اهدوا بقى. ايه ده بقى يا جم؟ لا خلاص نقفل. جنبه انت تعبان؟ هذا تقريبا صومالي، ايد صومالي صح. لا ما تقفلوش، يلا اللي عايزنا نقفل يقول، لا ما تقفلوش يا جدعان. اللي عايزنا نكمل اللايف يحط قلوب كتير فشخ، حط قلوب يا جدعان. جامبو ليش ما عم ترد يا حبيبتي؟ انا عم رد يا حبيبتي، اقسم برب الكعبة عم رد لك. شو سوي تاني عشان تصدق اني برد لك؟ لك عملت لك الشاورما السوري اللي بتحبها. احي هي احي دي مش اردني، بس هو انا اصلا اللي بتكلمه ده اصلا ولا اردني ولا سوري، بس قشطه. المهم حط قلوب كتير، حط قلوب كتير، حط قلوب كتير، قلوب كتير، قلوب كتير، قلوب كتير. ايوه القلوب اللي هي من على الجنب دي، مش القلوب دي يا بنت اللي على الجنب دي اللي بتزود الريتش بتاع اللايف. عايزين نعمل لك عملية سمكرة في وش القانون، في وشي وفي حتة تاني لو سمحت. بطل قلة أدب يا وسخ يا عم، ممكن تكون في عيني. صح، أنا أصلا أنا عارف دايما إن أنا سيء الظن. أنت حاجة وحشة اللي دي. قلب اسود، قلب اسود اهو، ده قلبك وحته تاني. عينك يا ظالم، يا ظالم يا اللي بتاخد كل الكلام على صدرك. يا استاذ جنبه، بقول لحضرتك. نعم اموريني. لك الأمر لله وحده يا جنبو، لك يقبرني هالجمال، يقبرني على أسنانك. لك أنت مسوية إعلان سنجلتو ولا رايح فين بكرة؟ رايح البلاي ستيشن. يا سلام، نفسي أروح البلاي ستيشن ده. تعرفي تلعبي بلاي ستيشن؟ ويعملوا لي زي مودة كده في البلاي ستيشن يا رب. ده مش نايت كلاب يا بت. لا احنا بص، انت بقى نيتك وسخه ازاي؟ انا بتكلم عادي، سيبنا كمل. يا مواد بتروح البلاي ستيشن؟ احنا نهزر؟ يا مواد بتروح البلاي ستيشن؟ يا عمي لقاها راحت يا صغيره زمان، انتش عرفك.
دي مارتينا عارفة. دي مارتينا عارفة يا تارجت. دي ب 18 جنيه. يا مارتينا انت بتشربها من ورا اهلك ولا ايه؟ قول يا عمر، هي لازم بس لسانها طويل شوية، لازم تحاول تقصه. لا بس السجاير يا جدعان والشيشة في المجتمع العربي أنا شايف إن هو ما ينفعش، كل واحد ليه نظر. يا جمو، انا الوحيده اللي في البلد دي اللي بنت. المفروض انا كل اللي بيشوفني بيقول عليا بنت راجل وجدع وكده، لكن عارف انا اللي في الدنيا دي تمن، اللي سالكه للبسها وسالكه لنفسها واجدع واحده في الدنيا وبشرب عادي. اللي هو ايه اقول لك ايه؟ بس انت لا مش جدع حبيبي، قوي. لا لا، ليه بتقول كده؟ لا قلت لي كذا مره هاجي لك القاهره هنقعدوا سوا وهنعمله ونسوه، وبتروحي تقعدي ما مؤاخذه في الكلمه بقى العلب بتاعي التوك توك الهقه، مش تقعدي معايا وبشوف، ما تحورش على نفسك كتير. يا جنبو انت بعيد، انا معرفش مكانك فين، بتكسف ارن لك. انا بتكسف ارن لك. بيقول لك يا جنبو بيقول لي هات وتعالى البلاي ستيشن وهتضايق اللي عشان الجرح اللي في هناك يلم ولا ايه؟ يعني اسكا يا لينا. اسكا يعني زمان في المواسير، وهي كاسكا اتبسطت. بس يا بنت ماشي، خرب بيت ايه شنب لازم؟ يا بنت، ابعدي 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 بقى. ليان. طب يا نور انا عايز اتجوز. يا نور تفتكري ايه اللي لازمني عشان اتجوز؟ ما مش لازم تتجوز، امشي في اللي هو مش لا ما فيش واحدة، ما في ما بعرفش اصل دلوقتي ما فيش واحدة تخاف عليها يعني وتسيبها وانت نازل تقول ده ابنة راجل.